السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور هيثم مؤمن، مدرس مساعد بقسم العلوم الاساسيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم في ماده البيشنت ايفالويشن 2، هنتكلم على الجونيومتري والتيب ميجرمنت الخاصه بالترانك والنك والسكابولا وكذلك الايه الابر ليمب. هنبدا ان شاء الله بالنك. عندنا اربع حركات في النك. عندنا هنبدا بالترانك. عندنا الترانك، عندنا فيه اول حاجه السراكولامبر فليكشن والسراكولامبر اكستنشن واللاترال فليكشن او السايد بيندنج والروتيشن. طيب هنبدا نقيس الميجرمنت بتاعتنا عن طريق حاجه اسمها تيب ميجرمنت، انتوا عارفينها كلكم درستوها في ايفال 1. في السراكولامبر فليكشن المفروض ان الرينج بتاعنا، الرينج في موشن بتاعنا تقريبا بيكون حوالي 4 انشز او حوالي 10 سنتيمتر. طيب بنقيس من فين لفين؟ مفترض ان احنا بنقيس من السباينس بروسيس بتاعت C7 للسباينس بروسيس بتاعت S1. طيب نحدد الاول C7 ازاي؟ ان احنا بنخلي البيشنت يعمل فليكشن في النك، وطي رقبتك يا عم سيد، واكتر جزء بروميننت بيطلع هو ده الايه C7. طيب بحدد ازاي الS1؟ S1 باجي عند الاليا كريست بالبوس هاندز بتاعتي، وبتبقى السامبوس بتاعتي بيخشوا فيرتيكال كده لغايه ما اوصل لغايه الايه الفيرتبري. الفيرتبري دي بتكون تقريبا عند الليفل بتاع L3، بنزل بعديها L4 L5 S1. يبقى باجي عند الاليا كريست وحدد ده بيبقى الكورسبوندنج فيرتبري بتبقى على L3 تقريبا، وبنزل L4 L5 S1. بنقيس ازاي؟ باجي بالتيب ميجر بتاعتي. الجزء الاولاني زي ما احنا قلنا بنيجي عند السباينس بروس بتاع C7 وانزل بالتيب السباين لغايه ما اوصل عند S1. ده الستارتنج او الايه الانيشال ميجر بتاعتي، واشوف تقريبا 55 سم. بعد كده باسك البيشنت ان هو يعمل ليننج فورورد او يعمل فورورد فليكشن بالترنك بتاعه. معلش يا عم سيد، نرجع خطوه لورا. هو البيشنت بيوقف ستاندنج ويبقى الفوت بتاعته او ليجز بتاعته وايد ابارت شويه، ما تبقاش كلوز او ابارت. بعد كده باسك الايام بتاعي ان هو يبدا يعمل فليكشن في الترنك بتاعه، نوط لقدام يا عم سيد على قد ما نقدر بايدينا، اقصى حاجه نوصل لها وننزل ايدك تحت خلاص. وبعدين باجي في نفس البوينتس بتاعتي وابدا اقيس لغايه S1 تقريبا 64. ده الاند ميجرمنت. ارجع بطرح بعمل ايه ديفرنس ما بين الفيرست ميجرمنت او الاند ميجرمنت، هو ده اللي بيديني الايه الموشن بتاعتي. يعني احنا سيني في الفيرست ميجرمنت كنا حوالي 55 سنتيمتر، وبعد كده لما عملنا الاكشن بتاعنا طلع حوالي ايه 64 او 65 سنتيمتر. بنطرح الاثنين من بعض وده اللي بيديني الايه الموشن بتاعتي، هي تقريبا بتبقى حوالي 4 انش، ده النورمال، يعني تقريبا حوالي 10 سنتيمتر. طيب الرخو بالنا العيان ده هو بيعمل فليكشن، ممكن يعمل سبستيتيوشن ازاي؟ ان هو بيجي يعمل فليكشن في السراكولامبر او بيجي يعمل فليكشن في الترنك، هو بينزل لقدام ممكن يروح عامل ايه فليكشن في الهيب والني عشان يريجين مور رينج للفليكشن، يزود الرينج بتاع الفليكشن. وفي نفس الوقت ساعات لما بيجي اعمل فليكشن في الترنك ايه اللي بيحصل له؟ ماكسيمم ستريتشنج ورا الهامسترنج ماسل. فانا بعمل السبستيتيوشن ده او بعمل فليكشن في الهيب والني عشان اريليز التنشن اللي موجود شويه، وبيبقى الموضوع مور ريلاكسد واجيب رينج ايه اكتر. الحركه الثانيه بتاعتنا عندنا السراكولامبر اكستنشن او هايبر اكستنشن، وبتكون البيشنت في نفس البوزيشن واقف ستاندنج، الفوت بتاعته بتبقى وايد ابارت شويه، ونفس الكلام الرينج اوف موشن بتاعي بيكون حوالي 2 انش من يوقف ستاندنج وبيعمل هايبر اكستنشن في الايه في الترنك. نفس الميجرمنت بتاعتي من السباينس بروسيس بتاعه C7 وبنزل لغايه S1، وبعدين باسك العيان ده اقول له يعمل لينينج باكورد واعمل لوز للتيب وايه وقيس. طبعا هنا عم سيد عمل لنا سبستيوشن اللي احنا بنتكلم عليه. ارجع يا عم سيد. السبستيوشن اللي بيحصل ايه؟ ان العيان ده هو بيعمل لينينج باكورد، ممكن يعمل بيندنج او ممكن يعمل روتيشن، هو بيرجع يعمل روتيشن، او ممكن يعمل فليكشن وايه في الهيب والني، وهو راجع بدل ما يرجع رجله المفروض يروح راجع ورجله ايه متنيه. ليه؟ ان ايه اللي بيكون ستريتشد بقى شويه او ماكسيمم ستريتشنج فيه في الهيب فليكسور، فهو عشان يريز الاسترتش اللي موجود في الهيب فليكسور بدل ما يرجع كده يروح عامل ريلاكس، يعني يريز الاسترتش ده فيعمل فليكشن في الهيب والني ويرجين مون رينج. يبقى انا الانيشال ميجر بتاعتي او الفيرست ميجر بتاع السباينس بروس بتاع C7 وبعدين بوصل لغايه S1. استنى يا عم سيد ثواني. وبعدين باسك السبجكت بتاعي ان هو يعمل ايه هايبر اكستنشن او لينينج باكورد. ارجع يا عم سيد. ستوب. ده الاند ريجن. ارجع يا عم سيد. ده الاند ميجرمنت. بطرح الاثنين من بعض ويطلع لي الايه النورمال رينج بتاعي. تالت حاجه عندنا اللاترال فليكشن او السايد بيندنج. اللاترال فليكشن او السايد بيندنج
احنا بنقص العين هو مبقاش فيها بيبقى فيه فاريشن شويه نتيجه ان في اختلاف في اللينس بتاع الارم والايه والترنك. فعشان كده احنا ما بنقولش فيها نورمال رينج، لا احنا بنقارن بالاوبزيت سايد. بعد ما بنعمل رايت سايد بنعمل كومباريزون مع الايه مع الليفت سايد. يبقى الفيرست ميجرمنت بتاعتي باخد الميجرمنت من عند التيب بتاع الميدل فينجر لغايه الفلور، وبعدين باسك السبجكت بتاعي ان هو يعمل ايه ليننج تو ذا سايد او يعمل بيندنج. هننزل ننزل بجنب عم سيد، انزل انزل مين بيجزع كله، وده الاند ميجرمنت بتاعتي ريلاكس استريح. بعدين بطرح الاثنين الديفرنس ما بينهم، والمفروض ان ده بيطلع لي النورمال رينج بتاعي، وببدا اقارنه بالايه بالاوبزيت سايد. اخر حاجه في الترانك عندنا الترانك روتيشن. الترانك روتيشن بنقيسه عن طريق الجينيومتر، وبيكون النورمال رينج بتاعه تقريبا من 0 ل 45 ديجري. البيشنت بيبقى في السيتنج بوزيشن، ومفروض ان ظهره ما يكونش سبورتد عشان لما يجي يعمل روتيشن للترانك بتاعه اللي لو فيه سبورت ده هيعمل له ريستريكشن للموشن، فبيبقى الظهر بتاعه مش سبورتد. انا بقف على حاجه اعلى من الـ من الـ من, الـ من البيشنت شويه، وابدا استخدم الايه الجينيومتر بتاعه. افكركم يا شباب تاني بالجينيومتر اللي احنا درسناه في ايفال 1، اللي هو بقى فيه اكسس وفي ستيشنري سايد او فيكسد سايد وفي الموفابل سايد اللي بيتحرك. طيب في حاله الترانك انا بحط الاكسس بتاعي عند السنتر بتاعت هيد اوفر سنتر اوف هيد، وبحط الفيكسد ارم او الاستيشنري ارم على ايماجينري لاين خط تخيلي كده بتوين البوز اليا كريست. انتوا عندكم مشكله يا شباب دايما ان انتوا مش عارفين بدايتكم او الريكوردنج بتاعكم فين، لان تبقى انت بادئ من الزيرو، وبعد كده لما بتيجي تحرك الجينيومتر بتاعك او تخلي السبجكت يعمل الحركه كلها، وبعد كده انت تحرك الموفابل ايه الارم. اهم حاجه الجينيومتر ان الفيكسد ارم او الاستيشنري ارم دي ما تتحركش من مكانها، دي ثابته ما بتتحركش. تمام، انا بدات اهو زي ما قلنا عند السنتر بتاع الهيد الاكسس، الفيكسد ارم بتاعتي على ايماجينري لاين بتوين الاليا كريست، الموفابل ارم بارلل للايه للشولدر تورد الايه الاكروميوم. بعدين بقول للعيان لف بجزعك ناحيه اليمين بس، وابدا احرك الموفابل ارم بتاعي لغايه فين الليفل بتاع الشولدر تورد الاكروميوم. اهم حاجه الفيكس زي ما اتفقنا ما يتحركش. احنا قلنا بدانا الفيكس ان هو بيبقى لاين او ايماجينري لاين بتوين الاليا كريست، يفضل في نفس الايه الدايركت ما يتحركش. لكن الموفابل بعد ما العين يتحرك ابدا احركه لغايه ما اوصل ايه رينج، وابدا اقيس الايه الرينج بتاعي. ده كان بالنسبه للايه الجزء الخاص بالترنك. اخذنا سيركل لامبر فليكشن، الاكستنشن او هايبر اكستنشن، اللاترال فليكشن او سايد بيندنج، وختمنا بالايه بالروتيشن. ناخد دلوقتي الجينيومتري والتيب ميجرمنت بتاعت الايه النيك. عندنا في النيك او السيرفايكال سباين عندنا اربع حركات، عندنا السيرفايكال فليكشن، وعندنا السيرفايكال اكستنشن او هايبر اكستنشن، وعندنا السايد بيندنج، وعندنا الروتيشن. طيب اول حاجه بالنسبه لنا السيرفايكال فليكشن، الرينج بتاعنا تقريبا من حوالي من 0 ل 45 ده لو بنستخدم الجينيومتر بتاعنا. النيك فليكشن اول حاجه هنستخدم الجينيومتر. الجينيومتر ازاي؟ عندنا ثلاثه بارتس. الاكس بتاعي ببدا احطه الاول على ايه على حاجه اسمها الاكسترنال اوديتوري ميتس هنا. الفيكسد ارم بتاعتي بتبقى بيربنديكولار على الجراوند، الموفابل ارم بيبقى بارلل للتيب بتاعت الايه النوز. وبعدين باسك العيان ان هو يقول له وطي رقبتك لقدام، وابدا احرك الموفابل ارم لغايه التيب بتاعت الايه النوز. ريلاكس ارجع واشوف الايه الرينج بتاعي. طيب لو عايز استخدم التيب، التيب بتاعي تقريبا الرينج بتاعي بيكون من 1 لغايه 4.3 سنتيمتر. بحط التيب بتاعتي الميجرمنت الاولاني بحطه عند التيب بتاعت التشن، والاند بتاعه بحطه عند الاسترنال نوتس الجزء الميديال اقصى حاجه ميديال للايه للكلافيكل. بعدين اقول وطي لقدام، وده الاند ميجرمنت بتاعتي. بطرح الاثنين من بعض بيطلعني الموشن اللي النك اتحركت فيها في ايه داون وورد. طيب الهايبر اكستنشن او الاكستنشن، الهايبر اكستنشن بتكون الرينج بتاعنا من 0 ل 45 لو انا بادئ من فليكشن للميد بوزيشن، او لو بعمل هايبر اكستنشن برضو للاسف من فليكشن للميد بوزيشن بيبقى من 45 ل 0، لكن لو بعمل هايبر اكستنشن بيبقى من 0 لغايه 45. نفس الاماكن بتاعتي بالظبط في الجينيومتر، ونفس الاماكن بتاعتي برضو في التيب ميجرمنت. يبقى برضو الاكسس بتاعي فين؟ عند الاكسترنال اوديتوري ميتس، الفيكسد ارم بيبقى بيرمدوكولار على الجراوند، والموفابل ارم بيبقى بارلل للميد بتاع التيب بتاع النوز. وبقول له ارجع رجع رقبتك لورا، وابدا احرك الموفابل ارم عند التيب بتاعه النوز. شكرا. طيب نفس الكلام التيب ميجرمنت بحطها برده عند
التيب بتاعت التشين، لا سيب الارتا خالص، والاند بتاعها عند السن نوتش، وبعد كده بقول له ارجع رقبتك لورا، ارجع رقبتك لورا، وابدا اشوف الدف ده الاند ميجرمنت، وبعد كده بشوف الديفرنس بايه بتوينه. المفروض ان هو يكون تقريبا حوالي 7 انش لو انا بستارت من ميد بوزيشن الهايبر اكستنشن، وبيكون حوالي 10 انش لو انا بادئ من ايه من كومبليت فليكشن لغايه الايه الهايبر اكستنشن. ثالث حركه معانا في النك، عندنا النك سايد بيندنج. الرينج بتاعنا في النك سايد بيندنج عندنا من 0 ل 45 ديجري. طيب بنقيسه ازاي بالديونيومتر؟ بنجيب الاكس بتاعي بحطه على السباينس بروس بتاع سي 7، البيشن بيبقى في ستاندنج، باجي عند السباينس بروس بتاع سي 7 احط الاكس بتاعي. الفيكسد ارم بيبقى بريمنديكولار للجراوند، موفابل ارم بيبقى عندي عند ايه بارل ايه او عند نقطه لحاجه اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرنس. نيجي عند الاوكسيبيت في اكتر حاجه بروميننت هنا دي اسمها الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرنس، وبعدين بقول له ايه ميل رقبتك ناحيه اليمين، اليمين على الناحيه الثانيه بالظبط، ببدا احرك الموفابل ارم بتاعي لغايه ما توصل برده عند الاكسترنال اوكسيبيتال بروتروبرنس. بالنسبه للتيب بنحط التيب بتاعت التيب بتاعتي عند حاجه اسمها الماستويد بروسس، ده بروميننت كده ورا بيهايند الاير، بحط التيب بتاعتي خلي راسك نص ما تميلهاش، وبفضل ماشي لغايه ما اوصل لفين للاكروميون، واشوف الميجرمنت بتاعتي، وبعدين باسكر العيان اقول له ميل، وابدا اقيس ده الاند، وبعد كده بعمل الديفرنس ما بينه هنا، وتقريبا المفروض ان هو يطلع حوالي 5 انش. اخر حاجه في الـ في الـ في الـ في النيك عندنا الروتيشن. الروتيشن المفروض الرينج بتاعنا من 0 ل 60، البيشن بيبقى قاعد، الباك بتاعه بيبقى سبورتد، الارم بتاعته بسايد، خلينا جنبنا تحت هنا اتنين جنبنا. بحط الاكس بتاعي عند السنتر بتاعت الهيد، الفيكسد ارم بيبقى بارلل للشولدر تورد الاكروميوم، الموفابل ارم المفروض يكون بارلل للايه للنوز، للتيب بتاعت النوز، وبعدين باسك العيان ده الستارتنج بوزيشن، هتلف رقبتك كلها ناحيه اليمين يا عم سيد بالظبط كده، خلص الموف بتاعتي ابدا احرك الموفابل لغايه التيب بتاعت الايه بتاعت النوز، المفروض الرينج بتاعي بيكون من 0 ل 45. اخر حاجه في النك التيب ميجرمنت، اقيس ازاي عند التيب بتاعت التشين لغايه ما اوصل لايه للاكروميوم، وبعدين ده الانيشال ميجرمنت او الفيرست ميجرمنت، بعد كده بقول له رف رقبتك كلها ناحيه اليمين وقيس ده الاند ميجرمنت وقيس الديفرنس ما بينهم، هو ده بيكون الرينج تقريبا، وهو تقريبا نورمال رينج بحوالي 5 انش او 10 سنتيمتر، وده نهايه الايه السكشن بتاع النيك جينيومتري. هنتكلم دلوقتي يا شباب على الميجرمنت الخاصه بالسكابولا، وعندنا في السكابولا اربعه موفمنت، عندنا سكابولار ابورد روتيشن، وعندنا داونورد روتيشن، وعندنا سكابولار ابدكشن وسكابولار ادكشن. السكابولار ابورد روتيشن النورمال رينج بتاعها مفيش ريفرنس ليها قوي، انت كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنقارن الرايت بالليفت، يعني احنا اشتغلنا على الرايت اقارن بالليفت واطلع الرينج بتاعي. طيب نقيس ازاي؟ احنا عندنا تو بوينتس، المفروض ان يكون معايا ماركر وبعلم على الايه البوينتس اللي هشتغل عليها. احنا محتاجين في السكابولار ابورد روتيشن ان احنا هنشتغل الجزء من التيب بتاعي بيبقى عند الانفيريور انجل بتاع السكابولا، بيشن بيوقف على السايد، ادي الانفيريور انجل بتاعت السكابولا، ادي اول بوينت، ادي الانفيريور انجل بالسكابولا، وبشوف الكوروسبوندنج او الكوروسبوندنج فيرتبرا قدامها اللي هي تقريبا بتبقى تي 7، تقريبا بتبقى تي 7. طيب باسك البيشنت ان هو يعمل لي سكابولار ابدكشن ازاي عن طريق ان هو يعمل كومبليت او ماكسيمم ابدكشن في الشولدر جوينت. لف ايدك بره كده يا عم سيد وارفع ايدك لفوق، ارفع ايدك لفوق خالص. طيب هنا لازم احنا نكون محددين سي 7 ان احنا اتفقنا لما العيان هيبدا يعمل سكابولار ابدكشن الانفيريور انجل بتاعته هتتحرك يحصل لها ابورد موفمنت، فمش هتبقى الكورسبوندنج فيرتبرا بتاعتها هي اللي قدامها هي التي 7، فعشان كده احنا في الاول انزل يا عم سيد احنا حددنا ادي الانفيريور انجل والكوربيوندنج فيرتيبرا بتاعتها دي تي 7 البوينتس دي. طيب البوينتس دي هنرفع ايدينا فوق يا عم سيد زي ما اتفقنا، ادي الانفيريور انجل بتاعتنا نتيجه الحركه اللي عملناها فحصلها ابورد روتيشن، هاجي عند الانفيريور انجل وابدا اعمل ايه انزل اوبليك لغايه ايه سي 7، مش هتبقى في نفس المستوى بتاعها، ليه؟ ان هي كانت الانفيريور انجل هنا لما عمل ابورد روتيشن الانفيريور انجل حصلها موفمنت ابورد، فبقى الكوربيوندنج اللي قدامها مش تي 7، انا عندي الريفرنس بتاعي تي 7، فعشان كده انا مفروض اعمل بالماركر بعلم على تي 7، وبعدين بنزل من الانفيريور انجل بنزل بخط اوبليك وايه
واقيس الديفرنس بين الاثنين. مفترض ان الرينج بتاعنا يكون حوالي الديفرنس بين زي ما اتفقنا الرينج بتاعي بقارنه بالايه بالاوبوزيت سايد. يعني انا بعد ما بعمل الرايت سايد ببدا اعمل ايه الاوبوزيت سايد. طيب ده السكابل ابورد روتيشن. السكابل داونورد روتيشن نفس الاماكن بالظبط عند السباينس بروسيس. ده الانيشال ميجرمنت بتاعتي عند السباينس بروسيس بتاع سي 7 وعند الفيرور انجل اسف بتاعت السكابلا والاند ميجرمنت او الميجرمنت او التيب الاخير للتيب بتاعي بيكون عند سي تي 7. طيب المومنت اللي عام بيعملها لي ايه؟ ان هو بيخلي ايده جنبه وبقول له بيعمل اكنه بيعمل اكستنشن في الشولدر وادكشن اكنه بيجيب الايد بتاعته اكروس الايه الباك. ارجع يا عم سيد هنقيس من الاول. ادي الانفيرو انجل بتاعت السكابلا وادي الكورسبوندنج فيرتيبرا وبعد كده بقول له ايه رجع ايدك ورا ظهرك كده يا عم سيد. ثواني تيجي اكروس الباك الانفيرو انجل بتاعتي اتحركت شويه وابدا اشوف الفيرتيبرا اللي بينها اعمل سبتراكت او اطرح ما بين الاثنين. ده النورمال رينج بتاعي واقارنه بالايه بالاوبوزيت ايه سايد. طيب عندنا بعد كده السكابلر ابدكشن والسكابلر ايه ادكشن. السكابلر ابدكشن الستارتنج بوزيشن بتاعي ان العيان ده بيبقى في شولدر ابدكشن 90 ديجري والبو فليكشن 90 ديجري. ده الستارتنج بوزيشن. طيب والحركه بتاعتي عشان اعمل سكابلر ابدكشن بتبقى هوريزونتال ادكشن يعني كده. دي الحركه بتاعتي. ريلاكس ارجع. طيب بقيس من فين لفين الانيشال ميجرمنت بتاعتي. بقيس من عند الروت ادي السباين اوف سكابلا وادي الروت بتاعتي. ده الايه الروت ده بنحدده الاكتر حاجه ميديالي في الروت في السباين بتاعت السكابلا وبشوف الكورسبوندنج فيرتبرا قدامها اللي هي تقريبا بتبقى تي 3 زي ما اتفقنا. الحركه اللي هو لازم يكون ستارت ان هو يكون عامل ابدكشن في الشولدر 90 ديجري والبو فليكشن ايه 90 ديجري. طيب انا بحط التيب بتاعتي عند الانفيرير عند الروت بتاعت السباين في سكابلا ادي السباين في سكابلا وادي الروت بتاعتي. ده الستارتنج وبشوف الكورسبوندنج فيرتبرا قدامها اللي هي تقريبا تي 3 وبعد كده بقول له معلش ايدي مرفوعه شويه يا عم سيد وبعدين بقول له دخل ايدك ناحيه صدرك تمام. ادي السباين وادي الروت بتاعتي اتحركنا شويه انها حصل لها موفمنت ايه في الابدكتد بوزيشن وشوف الكورسبوندنج فيرتبرا بتاعتها اللي هي تي 3. ريلاكس ارجع. لازم نبقى محافظين على 90 ديجري. يعني احنا لاحظنا هنا يا عم سيد لما عمل الحركه انت عملنا كده يا عم سيد انت دخلت ايدك لتحت. لا اهي ابدكشن 90 ديجري البو فليكشن 90 ديجري ظهرك مفروض تدخل ايدك لجوه كده تمام. الحركه اللي بعديها هنعملها بس هنرجع ايه ظهرنا لايه لا ما تشدش ايدك ليه اهي كده تمام. طيب خلينا ثابتين دراعنا برده نفس الكلام ادي السباين في سكابلا وادي الروت بتاعي والكروسبوندنج فيرتبرا قدامها وبعدين اقول له ايه موف your arm backward رجع ايدك لورا اتحركت حصل ادكشن في السكابولا ادي الروتور في سباين وادي الكورسبوندنج ايه فيرتيبرا ايدينا كده يا عم سيد 90 ديجري ونرجع لورا ريح. في الابدكشن ادكشن الحركتين زي بعض بس كل الموضوع ان انا محتاج في الابدكشن السكابولا بعمل هوريزونتال ادكشن وفي السكابولر ادكشن بعمل هوريزونتال ابدكشن والبوينتس بتاعتي بتبقى عند الروت اوف سباين في سكابلا والكورسبوندنج فيرتبرا بتاعتي وبعد كده بعمل الموفمنت بتاعتي وابدا ايه اقيس من نفس الايه او اطرح الاثنين من بعض ده بيديني الموشن اللي السكابلا اتحركتها. ده كان اخر جزء في السكابلا وهنبدا ان شاء الله نكمل الجزء بتاع الابر ليمب. هنتكلم دلوقتي يا شباب ان شاء الله على الجزء الجينيومتري الخاص بالابر ليمب. عندنا الشولدر والالبو والريست والفور ارم طبعا. نبدا الاول بالشولدر. عندنا في الشولدر شولدر فليكشن والرينج بتاعنا تقريبا من 0 ل 180 ديجري. طيب الاكس بتاعي او الفالكرم بتاعي بحطه عند اللاترال للاكروميوم بروسيس والفيكسد ارم بتاعي بيبقى ايه بيبقى بالشكل ده. الفيكسد ارم بتاعي بيبقى بارلل ميد اكزيلري لاين بتاع الترنك والموفابل ارم بتاعي بيبقى على اللاترال اسب بتاع الهيومرس تورد اللاترال ايه ايبيكونداي. البيشنت بيبقى اكستندد بوزيشن الفور ارم في الايه في الايه في النيوترال بوزيشن. استاذنك يا عم سيد هنرفع دراعنا كله لفوق اخر حركه خالص اخرك بعدين ابدا احرك لغايه نفس الايه الميد لاين بتاع اللاترال ايبيكونداي. اهم حاجه يا شباب زي ما اتفقنا ان الفيكسد ارم او ستيشن ارم ما يتحركش مكانه. ارجع. ده الفليكشن. الاكستنشن الرينج بتاعنا من 180 ل 0 لان انا بادئ من كومبليت فليكشن وبرجع او لو بعمل هايبر اكستنشن من 0 ل 40 او 0 لايه ل 60. هنحتاج يا عم سيد معلش ان احنا ننام على وشنا قدام
ايدينا جنبنا برضو، ايدك جنبك، نفس الاماكن بالظبط. الاكس بتاعي عند لاترال الاكروميوم، الفيكسد ارم بيبقى بارل للميد اكزيلري لاين بتاع الترنك، الموفابل ارم بيبقى على اللاترال اسبكت بتاع الهيوملس تورد الايه لاترال ابيكوندايل. واقول له ارفع ايدك لفوق خالص، بس ريلاكس اهدى، لا ارفع فوق خالص، ابدا احرك، يجي عند الميد لاين، لا هي لا بره ولا لجوه، تبقى في الميد لاين، ريلاكس. طيب نعمل على وشنا مثلا تالت حركه معانا الشولدر ابدكشن. الشولدر ابدكشن الرينج بتاعنا من 0 ل 180. البيشنت بيبقى في السوباين لاين بوزيشن، الاكس بتاعتي بتبقى عند الاكروميوم، عند الانتيريور اسف بتاع الاكروميوم، الفيكسد ارم بيبقى بارلل لللاتر اسف بتاع الترنك، الموفابل ارم بيبقى على الانتيريور اسبكت بتاع الهيومرس تورد الايه الميديال ايبيكوندايل. الحركه اللي هنعملها مساعد ان احنا هنفتح ايدينا لبره كده، اوكي، وبأسك العيان ان هو يموف الارم اوتسايد از ماتش از يو كان، حرك دراعنا لبره، عند الانتيريور اسبكت لغايه تورد كانها رايحه ناحيه الميديال ايبي كوندايل. ارجع الشولدر اد دكشن هو نفس الكلام، بس بنبدا نعمل الموفمنت من كومبليت شولدر اب دكشن. ده الستارتنج بوزيشن بتاعي، وبنفس نفس الاماكن بالظبط، وباسك البيشنت ان هو يعمل موفمنج الارم بتاعته انسايد، فالرينج بتاعنا برده من 180 لغايه ايه زيرو. طيب عندنا بعد كده الاكسترنال وانترنال روتيشن. الاكسترنال روتيشن الرينج بتاعنا من 0 ل 90، والانترنال روتيشن من 0 ل 70، نفس الاماكن. طيب ازاي هندخل جوه شويه مثلا لجوه كمان سنة. وبنجيب زي تاول كده وبنحطها مفروض انها تحت الارم، سنة لجوه كمان يا حمزة. بس ايه الهدف من التاول دي؟ انها بتخلي لي الهيومرس والايه والاكروميو على نفس الايه الليفل. طيب انا بستارت مفترض ان يكون في ستول، يعني زي كرسي شويه عشان انا كسره ما وطيش قوي، بقعد على لو ستول شويه. الستارتنج بوزيشن بتاعي ان العيان ده بيبقى عامل ابدكشن في الشولدر 90 ديجري وعامل البو فليكشن 90 ديجري، سواء كان في الاكسترنال روتيشن او في الانترنال روتيشن نفس الكلام. الفرق بس ان الاكسترنال روتيشن رينج بتاعي من 0 ل 90، دي الحركه اللي نعملها في الاول، الانترنال روتيشن تقريبا من 0 لايه ل 75 او اب تو 90 كمان. طيب نفس الاماكن بحط فين؟ بحط الفالكرم بتاعي عند الاوليكرينوم، وبحط الفيكسد ارم بتاعتي بتبقى بريفنديكولر على الفلور، الموفبل ارم عند اللاتر اسف بتاع الفور ارم تورد الايه الالنر ستايلويد بروسيس، وبقول للعيان ده موف يور ارم باكورد، رجع ايدك لورا خالص يا عم سيد، وابدا احرك الايه الارم بتاعي لغايه الايه الالنر ستايلويد بروسيس. ارجع نفس الكلام في الانترنال روتيشن، بس هنعمل حركه لقدام. تمام، ثبت دراعك، بحط الفالكرم بتاعي على الاوليكرينوم، الفيكسد ارم بتاعي بيكون بريبنديكولار على الجراوند، بس انا اهم حاجه يكون ايدينا 90 ديجري، واقول له حرك دراعك لقدام او موف يور فور ارم فورورد، ريلاكس، واحرك الموفبل ارم لغايه اللاين بتاع الالنر ستيرويد بروس. لا خلي بالنا من البيشنت دايما ما يبعدش عن 90 ديجري ابدكشن، احنا هنا بعدنا شويه، المفروض 90 ديجري ابدكشن تكون كده والالبو فليكس دي 90 ديجري. طيب اخر حاجه عندنا في الشولدر عندنا الهوريزونتال ابدكشن والهوريزونتال ادكشن. بعد كده الحركه اللي عندنا الهوريزونتال ابدكشن والهوريزونتال ادكشن. الهوريزونتال ابدكشن الرينج بتاعنا من 0 ل 45 او من 0 ل 135 لو انا بادئ من فول هوريزونتال ادكشن لفول هوريزونتال ابدكشن، يعني الرينج بتاعنا من 0 ل 45 كده، انا بادئ الستارتنج بوزيشن بتاعي في الابدكشن في الشولدر 90 ديجري والالبو فليكسد ايه 90 ديجري، بعمل هوريزونت بعمل موفمنت للشولدر باكورد او بعمل هوريزونتال ايه ابدكشن اسف، برجع كده ده الرينج بتاعي من 0 ل 45. طيب لو انا بادئ من فول هوريزونتال ادكشن لفول هوريزونتال ابدكشن بيبقى الرينج بتاعي من 0 ل 0 ل 135. طيب الستارتنج بوزيشن بتاعي بيشنت سيتنج، الفالكرم بتاعي بيكون على السوبيريور اسف بتاع الاكروميوم، الفيكسد ارم بيكون على النيك تورد على الشولدر تورد النيك، والموفابل ارم بتاعتي بتكون
على اللاتر اسك بتاع الارم تورد الاوليكرينيوم، وباسك العيان ده ان هو يعمل موفمنت باكورد، راجع دراعك لورا، هذا احرك الشولدر بتاعي ريلاكس في الهوريزونتال ادكشن من نفس الستارتنج بوزيشن ونفس الاماكن، اقول له موف يور شولدر او موف يور فور ارم او موف يور ارم تورد يور ايه ترانك او تورد يور شيست، احرك ده قدام ريلاكس. ده كان الجزء الخاص بالشولدر. طيب بعد كده هنشتغل على الالب جوينت، عندنا فيه فليكشن اكستنشن. الفليكشن رينج بتاعه من 0 ل 145 اب تو 160، يعني من 145 ل 160. البيشن بيبقى نايم سوباين لاين بوزيشن، الارم بتاعته اكستندد، وبنحاول نحط تاول تحت الالبو عشان ننشور الفول ايه موشن. الموفمنت بتاعتي الاكس بتاعتي بيتحط فين في الجينيومتر؟ بيتحط على اللاتر ابيكوندايل بتاعت الهيومرس. الفيكسد ارم بيتحط تورد الاكروميوم، على اللاتر اسك بتاع الارم تورد الاكروميوم. الموفابل ارم بيتحط على اللاتر اسك بتاع الفور ارم تورد الريديال ستالوي بروس. البيشن طبعا بيكون الفور ارم بتاعه في السوباينيتد بوزيشن. هنتني كوعنا يا عم سيد، اتني كوعك للاخر للاخر للاخر، ابدا احرك الموفابل ارم بتاعي لغايه الريديال ستالوي بروس ريلاكس. لو بنعمل اكستنشن بيبقى الرينج بتاعنا من 145 ل 0، وببدا من فول فليكشن وبيعمل فول بيرجع تاني في الاكستندد بوزيشن بنفس البارتس اللي انا ايه اشتغلت عليها. هنتكلم دلوقتي يا شباب على الفور ارم. عندنا الفور ارم سوبينيشن وبرونيشن، الرينج بتاعي من 0 ل 90 سواء تيفر في السوبينيشن او برونيشن. البيشنت بيبقى قاعد سيتنج بوزيشن والقلب بتاعه بيبقى فليكسد 90 ديجري، وعامل الفور ارم بتاعه بيبقى في الميد بوزيشن وبيبقى ماسك ايه بنسل في ايده. طيب انا بحط الاكس بتاعتي فين؟ بحط الاكس بتاعتي عند السيرد ميتاكاربال هيب بون اسف. الفيكسد ارم بتاعي بيكون بريبنديكولار على الجراوند، وموفبل ارم بيكون بارالل لمين؟ للقلم اللي انا ايه البيشنت ماسكه. وبقول له تيرن يور هاند انورد، لف ايدك لجوه يا عم سيد، وابدا احرك الموفبل ارم يكون ايه على نفس اللاين مع الايه البنسل. ارجع لو عايز اعمل السوباينيشن بنفس الاماكن، واقول له لف ايه تيرن يور هاند اوت سايد، او لف ايدك ايه لبره، لف ايدك لبره. اقصى حاجه كده ريلاكس. في طريقه ثانيه احنا ممكن نستخدمها بس محتاجه ان هي تكون فيها جينيومتر مختلف، بيكون الاكسس ده على نفس اللاين بتاع الاستيشنري والموفبل ارم، يعني بيكون منزلين الارمز كده بتبقى بنفس الشكل وبيكون الاكسس في نفس الايه الرينج. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله، عندنا الريست، والريست عندنا فيه فليكشن واكستنشن، وعندنا ريديال ديفيجن، وعندنا النر ديفيجن. اول حاجه الريست فليكشن، احنا نحتاج ان احنا نقعد على الكرسي، نقعد على الكرسي هنا ونجيب ايدينا بالجنب. اقعد يا حسين، الدراعنا هنفوت بالشكل ده. احنا هنجيب زي بيلو ونحطها تحت دراعه بحيث انها تعمل لي تنشور ان العيان ده نطلع قدام سنه يا عم سيد، لا بالكرسي كله بس بيبقى العيان المفروض ان هو عامل ابدكشن في الشولدر 90 ديجري وعامل البو فليكشن 90 اي ديجري. طيب الريست فليكشن عندنا الرينج بتاعنا من 0 ل 70 تقريبا، ويبقى الارم الفور ارم الارم والفور ارم بيبقى ريستنج على البيلو في 90 ديجري، ويبقى الهاند بتاعته هي بتبقى الاوتسايد البلينس او اوتسايد الايه التيبل اللي انا قاعد عليه. باجي بالفالكرم بتاعي او الاكسس بتاعي بحطها ديستال للالنر ستايلويد بروسيس، تحتيها شويه عند عند الايه عند الترايك عند ترايك كويتريم، والفيكسد ارم بتاعتي بتبقى عند اللاتر اسف بتاع الفور ارم تورد الاولوكرينون، والموفبل ارم بتاعتي بتبقى بارلل للفيفث ميتاكاربال ايه هيد، وبقول له موف يور هيد او موف يور هاند داونورد، نزل دراعك تحت خالص، نزل كل كف ايدك ريلاكس. طيب لو عايز اعمل الاكستنشن نفس الكلام، بس بقول له ايه تحت برضو ديستال الالنر ستايلويد بروسيس، الفيكسد ارم بتاعتي تورد الاولوكرينون، الموفابل ارم بتاعتي بتبقى عند الفيفث ميتاكاربال بون، اقول له ارفع ايه كف ايدك كله لفوق، او موف يور ارم موف يور هاند او بورد
تمام ريلاكس رايح. ناقصنا اخر حركتين بس في الـ في الريست. عندنا الريديال ديفيجن هي الابدكشن، وعندنا الاي الالنر ديفيجن. اخر حاجه عندنا يا شباب الريست ريديال ديفيجن والالنر ديفيجن، او الريست ريديال ديفيجن اللي هم مسميه الابدكشن، اللي احنا بنشوفها من الاناتوميكال بوزيشن. ادي الاناتوميكال بوزيشن بتاعي، لما بعمل ريديال ديفيجن ده يعتبر كانه ابدكشن، بعمل الالنر ديفيجن بقى كاني بعمل ايه ادكشن. الرينج اوف موشن بتاع الريديال ديفيجن من 0 لايه ل 25 ديجري. طيب البيشنت بيبقى سيتنج بوزيشن، الشولدر بتاعه المفروض ان هو ابدكتد 95 ديجري، والقلب فليكسد ايه 90 ديجري، فبحط زي بيلو كده تحت الارم عشان يديني ال 90 ديجري بتاعه الابدكشن. بحط الفالكرم بتاعي فين؟ بحط الفالكرم على الدرس الاسفل بتاع الريست، بتوين الريديال ستيرويد بروسيس والالنر ستيرويد بروسيس، عند الايه الكابيتيت بون. الفيكسد ارم بتاعتي بتبقى على الانتيريور اسفل بتاع الارم تورد الايه اللاتر ايبيكوندايل. الموفبل ارم بتاعتي بتبقى عند السيرد ميتاكاربال ايه هيت. بقول للعيان ده موف يور هاند انسايد، هنلف ايدينا هنزق ايدينا لجوه يا عم سيد. ريلاكس، وده المفروض الرينج بتاعه من 0 ل 25 ديجري. طيب الالنر ديفيجن اخر حاجه بنفس الاماكن بالظبط، بس بقول للعيان بتاعي اقول له ايه موف يور هاند اوت وورد، او حرك ايه ايدك لبره. الرينج بتاعي بيبقى من 0 ايه ل 35 ديجري. دي كانت اخر حاجه في السكشن النهارده. اتكلمنا النهارده على النيك والترانك والسكابولا، واتكلمنا على الابر لمب الشولدر والالبو والفور ارم والريست. اتمنى الامور تكون بسيطه وربنا يوفقكم ونشد حيلنا في السكشن الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا.